مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. كشفت مقدمة البرامج الممثلة بشرى عقبي عن تفاصيل إنجابها في خاصية سؤال وجواب عبر صفحتها الرسمية في السوشيال ميديا، كما كشفت عن سبب اختيارها اسم مولودها آنس كيليان، كما وضحت معنى اسم كيليان. بيقولوا الصبي لأمه غالي على كيما احنا ليز دو ماتيرنيتي بارتو. الحاجه الاولى اللي نبداو بها هي ملابس الاطفال. انا كثرت شويه كونتر بيجاما اي غونوير اي تو، بيان سور بلا ما نساو الملابس الداخليه اللي ديت انا منهم ثلاث قطع. على بالكم لي زونفون يقدروا حاجاتهم يتقيه ويقدروا يشمخوا روحهم يقدروا، دونك هكا كي تدي بزياده ما تخافيش. ديت معايا هاد لي كاري باش يمسحوا له البيبي، باسكو على بالكم ولاو ما يغسلولهمش في العياده. بلا ما نساو اللبسه اللي يخرج بها من لا كلينيك، انا ديت هذا الطقم المتكامل داير شفتوه ديجا جبته من عند بيبي كليك، هو وكامل اغراض البيبي واغراض الرضاعه. فيما يخص الكوزميتيك انا ما كثرتش بزاف، اديت غير الحاجه اللي ممكن انه. شوفي حبيبتي والله ما نسيتكم لا في فتره الحمل، كي كنت في البلوك والله العظيم غير دعيت لكم كامل، ودعيت لكم زعما دعوه من القلب من القلب، ان شاء الله ربي يرزق كل واحد. وشوفوا والله غير شوفوا ديروا حاجه في بالكم، الانسان صح لي طمع في ربي جامي رجعوا خايب والله العظيم. ادعوا وكونوا على يقين بلي ربي راح يستجيب، وان شاء الله ربي يرزق لكم الانسان صح لي طمع في ربي جامي رجعوا خايب. البنات هادو قريب يخلصوا لي، حبيت نوريهم لكم قبل ما يخلصوا. هادو شوفوا التوزيعات، شوفوا هي لطلب هذا المنتج الرابط موجود في صندوق الوصف. لعرض اعلاناتكم على باخة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الاعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك انستغرام.